تقرير جديد لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد بورز، توقعت الوكالة أنه من المرجح أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج 18 شهراً على الأقل للتعافي الكامل من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط. وتوقع التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيكون حوالي 2.5% لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معاً بين الأعوام 2021 و2023، وذلك بعد معاناة من انكماش كبير في العام الماضي. وجاء في التقرير أن عودة اقتصادات دول الخليج لمستويات العام 2019 لن تكون قبل العام 2023، وبطبيعة الحال هذا الأمر سيؤدي إلى استمرار الضغوط على شركات المنطقة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية وقطر 2.8% في العام الجاري. والإمارات والكويت 2.2%. وسلطنة عمان 2.1%. والبحرين 2.5%. كما توقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 50 دولاراً في الأعوام 2021 و2022، وأن يرتفع إلى 55 دولاراً في العام 2023. ونوه التقرير على أن عمليات التطعيم على نطاق واسع ستساعد في تمهيد الطريق لعودة الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي إلى مستوياتهما الطبيعية. وذكرت الوكالة أن ارتفاع معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 في الإمارات سيساعد قطاع السياحة فيها على التعافي أسرع من الدول الأخرى. أن التعافي التام لقطاعي الطيران والسياحة العالميان سيستغرق عدة فصول، وبالتالي يظل هذان القطاعان هما الأكثر انكشافاً.